بصوا قبل اي حاجه، الاول اهلا بحضراتكم ومنورين وكل حاجه. النهارده واحد من الايام اللي انا اعتبرها من اهم الايام على الصعيد الاقتصادي في مصر، من اهم الايام. انا بكلمك بجد. بس قبل ما نتكلم في من اهم الايام على الصعيد الاقتصادي، هتقول لي عارفين يا يوسف هتتكلموا عن الرمال السوداء؟ بالظبط، ده احنا لازم نتكلم عنها كتير. بس خليني هقول لك بالمختصر المفيد. حد عنده اجابه عن احنا ليه من ساعه ما اكتشفنا الرمال السوداء من 90 سنه لحد النهارده ما اشتغلناش عليها؟ بعض الاصدقاء والزملاء والرفاق هيقولوا لنا لا كان عندنا مصنع وكان عمله الرئيس جمال عبد الناصر وبعد كده المصنع توقف. حلو، كلام جميل جدا. عايز تعد من بعد الرئيس جمال عبد الناصر ولا نعد برضه من ايام الرئيس جمال عبد الناصر؟ يعني شوف، 90 سنه الواقع بيقول انه احنا ما عملناش حاجه بالرمال السوداء، ما عملناش حاجه 90 سنه. ليه؟ سؤال فعلا مش يجب ان يطرح لاجل المناقشه، بس عشان نفتح مداركنا كلنا مع بعض. ليه؟ يعني عامل بالظبط زي، تخيل في الوقت اللي احنا اكتشفنا فيه الرمال السوداء في مصر في مطلع الثلاثينيات، كان هو تقريبا نفس الوقت اللي الخليج العربي اكتشف البترول عنده. انت متصور؟ الرمال السوداء لا تقل أهمية في حجم الثروة اللي ممكن تجيلنا نتيجة الشغل عليها، مش تصديرها خام، خد بالك، تبقى زي هذا البترول. طبعا احنا عندنا في فرق ضخم جدا في الاعداد بتاعه السكان، يعني احنا اعدادنا اكبر من كل مجلس التعاون الخليجي مجتمع. لكن انا بكلمك هنا تخيل، والمساله هنا مش في المردود الاقتصادي بتاع تبيع الرمال السوداء ولا تخليها، لا، لما بتعمل عليها العمليات الصناعيه المختلفه وما الى ذلك، وازاي كانت نقدر لو من الثلاثينات احنا بنشتغل كنا طورنا تكنولوجيا الصناعه عندنا ازاي، وكنا صنعنا ايه وصدرنا ايه وعملنا ايه ودخلنا ووفرنا كم فرصه عمل. حدوته، المساله مش ان احنا كنا هنجمع رمال سوداء ونحطها في صناديق وبعدين نصدر والسلام عليكم. في الثلاثين سنه الذهبيه ده كان بيحصل طبعا، لأن هم كانوا 30 سنة ذهبية بصراحة. يعني مش ممكن، إيه النشاط الاقتصادي العظيم ده؟ ده احنا كنا بنصنع في 30 سنة من الإبرة للصاروخ يا جدع. ده كان الاتحاد الأوروبي غيران مننا يا أخي. ده الأمريكان كانوا حاطيننا في دماغهم العملاق الصناعي، العملاق الاقتصادي المصري. احنا كنا بنصدر التن تقريبا ب2 دولار، يعني يلا اقلب. تعالى على بعد كده تجد انه خلاص بقى عدت كل الايام السوداء، بقى 30 سنه بالاخوان ايام سوداء راحت، فجالك رئيس جمهوريه بمنتهى البساطه اول حاجه امنع لي تصدير الرمال السوداء دي خالص، ثروتي كنت برميها بسعر التراب. تخيل كده، تفتح الدولاب تلاقي الدولاب بتاعك متروس دولارات ويورو واسترليني. فانت بص عمرو زكريا قال لك الله، اه والله يا عمرو اوعدنا يا رب بالحلال من عندك. حلو، فتحت الدولاب لقيت الدولاب متروس من الارض للسقف. فتروح انت واخد الفلوس دي وقاعد عمال بقى بترميها من الشباك. اه والله. او تروح مثلا مطلع لك ايه الجنيه استرليني وتروح شاري بيه سندوتش فول، وانت كده متخيل ان انت شاطر. او بالادق هو انت عارف ان انت ما انتش شاطر ولا حاجه، وان انت بترمي الفلوس في الهواء، وانك انت بتضيع الثروه، وان انت مدمر. بس ما عادي، ايه يعني، هنفتح الدولاب بكره هنلاقيه موجود برضه. ما بتشغلش دماغك انه هيجي في وقت والدولاب ده يفضى؟ ما فكرتش انه الدولاب اللي مليان عملات وذهب ومش وفضه ومغاره علي بابا ده تقدر كنت تاخد الفلوس وتستثمرها وتكبرها، ويبقى ساعتها فعلا ربنا بيغنيك بالحلال بعرقك وبشقاك، فبدل الدولاب يبقوا 100 دولاب مليانين فلوس. ده على سبيل المثال في الرمال السوداء. ما هو زي على سبيل المثال في غاز شرق المتوسط، زي على سبيل المثال في الفوسفات، يعني حدث ولا حرج تاني. فجه الرئيس قال لك لا 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 لا،
اقفل لي بقى الدولاب ده دلوقتي خالص خالص، محدش يطلع منه حاجه، اللي هو ايه بقى؟ الرمال السود. طب يا فندم نقعد نشتغل، نفكر بالراحه، نعمل دراسه جدوى بالمظبوط، نجيب اعتى الخبراء يقولوا لنا هنعمل ايه بالظبط، ولازم نحلل الرمال السودا بتاعتنا تختلف ايه عن اي رمال سودا موجوده في العالم، يا ترى هل ترى حجم العناصر اللي فيها ونسبتها قد ايه، طيب يا ترى احنا نقدر نستغلها في انهي صناعات حاليه، طب لو انا عاوز اطور اكتر واعمل صناعات اكتر تقدما يبقى انا عندي كميات كافيه ولا مش كافيه، طيب يا ترى هي النقاء بتاعها او مجموع المعادن اللي فيها نسبها بانهي مستوى عشان أبقى أنا عارف المستقبل بتاع استغلال هذه الكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها لنا كده وإحنا كنا بنهملها بقى لنا 90 سنة. 3 سنين دراسة الجدوى بس. وكما تعودنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يفتتح مشروعا عبارة عن قصة شريط الافتتاح ولوحة رخام كرارة مصري مكتوب عليها تم افتتاحه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2022. لا، الرئيس بتاعنا مش كده ولا مرة عمل كده. لقصة شريط الافتتاح والرخامة ونلاقي بعد كده أرض فضاء، ما عندوش الكلام ده، بيروح يفتح المصنع شغال. خلونا بعد إذن حضراتكم نشوف كده جانب من كلمة الرئيس في افتتاح مصنع الرمال السوداء النهاردة الصبح. قلت السؤال وإجابته، قلت هل الاحتياطات اللي موجودة تكفي ان حضرتك تحط استثمارات لهذا الموضوع؟ اه. طب حجم الطلب العالمي على المنتج اللي طالع موجود؟ اه. يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه يا دكتور مصطفى؟ نعمل المشروع. ما قلتش الدولة بقى، ما قلتش ايه، ما قلتش الدولة، لا بقول تاني للقطاع الخاص، حتى للشركات اللي ابتدت تشتغل فيه تخش تتحرك معانا. طب تعمل كم واحد، كم مصنع زي كده او كم مجمع زي كده؟ 1 2 10. انت بتتكلم الكيلو بياخد سنة؟ دكتور حمد مش كده؟ الكيلو بياخد سنة؟ نعم. طيب انت بتتكلم في 400 كيلو، مش كده يا دكتور مصطفى؟ ده اللي انتوا اتاكدتوا منه صح؟ صحيح. يعني لو فرضا يعني في شركه واحده تقدر تشتغل كده 400 سنه. صحيح. طب لو 10 شركات؟ 40 سنة. مش كده ولا ايه؟ طب يلا. انا بقول كده للشركات الثانيه عشان في فرصه للموضوع دوت، حتى على ضوء المؤكد دلوقتي. احنا في كلام تاني شغالين في نشوف. نعم. هل في فرصه تانية زي ما قال كده في بحيره ناصر وبرنيس وحته تانية وممكن او ان احنا كمان يبقى فيها الشغل ده، اذا ممكن نعمل مصنع واثنين وثلاثة واربعة سواء بشركات القطاع الخاص او لو هي عايزة تخش حتى في شراكة مع الدولة. يا دكتور مصطفى احنا ايه جاهزين. طب خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. اهلا 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 يا سيادة اللواء. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك والف مبروك للمصريين. الف مبروك. ده ربنا مبارك والحمد لله. اولا يا بختكم ويا بختنا في نفس الوقت، فيبقى حضراتكم عندكم الكنز وزي ما يقولوا كده ايه الخير يعم على البلد بحالها. هو معلش يا سيادة اللواء الخط بيقطع جامد جدا، غالبا سيادتك موجود في مكان ما الشبكة فيه محتاجة تقوية. ممكن كده احسن. كده جميل، كده جميل، اتفضل يا فندم. هو طبعا الكنز ده موجود امل للمصريين منذ الثلاثينات زي ما اشار فخامة الرئيس، لكن في محل إرادة سياسية الحقيقة فخامته وجه من 3 سنين كل أجهزة الدولة تعاملت جهاز الخدمة الوطنية هيئة المواد النووية وزارة الكهرباء كل الجهات تعاونوا إنه يخرجوا المشروع للنور، مجمع صناعي علمي ضخم لست مصانع لست خامات نادرة وبسيطة. المواد التعدينية موجودة على الشاطئ منذ سنين، هي ترسبات نهر النيل على الشاطئ البحر،
كانت موجودة. الحقيقة استخراج أو تركيزها تم بناء كراكة استوردها مخصوص من هولندا بتضاربة كهرباء، اتعمل لها بحيرة على البحر الصناعية نزلت المصنع التركيز العائم اللي وراها بينقل إليها، ثم يتم التركيز والنقل لمصنع المصانع اللي هو بالقرب منها اللي فخامة الرئيس افتتحه النهارده. حقيقة عمل صناعي ضخم جدا، بترول جديد وغاز جديد وذهب جديد لمصر، بشار الخير دايما. الله أكبر. الحمد لله في الجمهورية الجديدة، الحمد لله انه بقى امل لمتين سنة جاية يعني. وعندنا الساحل من رفح لغاية ابو قير 400 كيلو. 400 كيلو الجزء اللي بنشتغل فيه حاليا جزء لا يتعدى 2 كيلو. فانت عند حضرتك امل لمتين سنة جاية لنشوف اكتشافات جديدة، وده بيحقق طبعا ملايين الدولارات او العمله الصعبه اللي كنا بنستورد بيها خامات دقيقه للصناعات الوطنيه الموجوده، وايضا هيوصل صناعات مع جديده تكنولوجيه والكترونيه ودقيقه، صناعات زي الطيارات والصواريخ والسفن وصناعات نوويه واعمال كتير، بويات وسيراميك وحديد. حقيقة الجانب الجديد كله صناعات، وأتمنى إن بإذن الله الخير الناس تبقى حاسة بيه، لأنه بشار خير زي الغاز وزيه زي البترول. لا ده حضرتك قلت دلوقتي في وسط الكلام مسدت اللي هو كلمتين جامدين قوي. سيبنا بقى من السيراميك والإزاز، ده احنا بنتكلم على صناعة صواريخ وصناعات متعلقة بالتكنولوجيا النووية وما إلى ذلك. يعني لو صح التعبير ولو سمحت لي باستخدام المصطلح، هو احنا هنركب القطر ده؟ هو لازم الصناعات دي، أي دولة بتشهد تقدم لازم الصناعات دي تتوطن فيها، وده اللي فخامة الرئيس بيعمله مع الوزارات المعنية. الصناعات بكاملها سواء كامل الصناعات اللي بتستخدمها المواطن في حياته، او الصناعات الاخرى زي صناعات احنا كنا محتاجينها، صناعات دقيقه، رقائق الكترونيه، صناعات التحول الرقمي، صناعات كثيره تعتمد على نوعيات من المعادن نادره والدول كلها بتدور عليها. فهو الخير اوجد في مصر، محتاجه بس ان حد يخرج المشروع للنور. الحقيقه الاراده السياسيه للدوله وفخامه الرئيس خرجت المشروع للنور، محتاج دعم كتير لخروج عديد زي ما فخامه الرئيس قال من المجمع الصناعات ده، يبقى مفروض منه اكثر من مجمع، ومحتاج القطاع الخاص يتشارك. يعني محتاج منطقة صناعية على بعد عدد من الكيلوات من المكان ممكن تتواجد فيها بالتشارك مع أجهزة الدولة مع جهات المصنعية. المكان موجود على الدولة، العمالة متوفرة ومدربة سواء من مهندسين من جامعة كفر الشيخ أو عمالة من التعليم الفني، لأن عندنا مدرسة للبعدين. فالأمل كبير والمستقبل مشرق، ومتين سنة جاية الواحد حاسس بالزهو والفخر، وسيادة الرئيس أطلق ده في هدوء من ثلاث. طب ده احنا كده سيادة اللواء، الخط راح تاني ولا ايه؟ لا انا معاك. طب ده احنا كده سيادة اللواء، ويمكن يعني زي ما يتقال كده الشيء بالشيء يذكر، وحضرتك بتتكلم على المدارس الفنيه الجديده، احنا كده اظن هنحتاج، يبقى وصححني برضو، احنا هنحتاج كده مدرسه فنيه تكنولوجيه متخصصه في التكنولوجيا النوويه تبقى بجوار هذا المجمع الصناعي، وبالتالي تخرج لي الكوادر الفنيه اللازمه لهذا المجمع. هو طبعا زي ما حضرتك بتقول، والحقيقة أنا بشيد إن دايما الصناعات اللي بتقام بتشغل أهالي المحافظة اللي موجودة. إحنا الحقيقة المصنع بيوفر حوالي 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، أكثر من 85 منهم من أبناء كفر الشيخ، وطبعا ده هيحتاج إنشاء عدد من المراكز الأخرى أو المجمعات الصناعية الأخرى. ده هيحتاج إنه
دعم تاني من فنيين ومن مهندسين و فهيبتدي لازم يحتاج ان يتخرج له دفعات جديده من التعليم الفني او التعليم صحيح. الجامعي. صحيح صحيح صحيح. اشكرك جدا سياده اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الف مبروك لحضرتك، الف مبروك لاهالي كفر الشيخ، الف مبروك لينا كلنا بالمناسبه يعني. طيب تعالوا بقى هنتفرج على حاجه لطيفه جدا. مش انا كنت بقول لك يا اخي احنا اكتشفنا الرمال السوداء في الثلاثينات وقت ما كانوا اشقائنا في الخليج بيطلعوا بدايه ظهور البترول في الخليج او اكتشافه يعني. طيب وسياده اللواء جمال قال يا جماعه ده حاجه كده زي الذهب، اهو في فيلم اسمه كده رمال من ذهب. خلونا نشوف هذا الفيلم هنفهم، هنعرف معلومات جديده، هنفهم او بالادق احنا مش هنعرف نفهم، مش هنقدر نستوعب احنا ليه من 90 سنه ما عملناش كده. بس على كل شوف الفيلم ده لانه فيلم فعلا مفيد ومهم، وبعدين فاصل ونكمل الكلام. تبنى الدول بإرادة شعوبها، تقوى دعائمها الصلبة بمواصلة العمل، ولا يتحقق فيها الأمل دون إرادة وطنية لأمة أبية لا تعرف المستحيل. مصر أرض الكنوز ولا عجب، توزن فيها الرمال بميزان الذهب. رمال من ذهب. كانت البداية حين أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ بنود استراتيجية مصر المستدامة 2030، يتقدمها الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية، وفي القلب منها الرمال السوداء. مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية. وضعت القيادة السياسية خطة يتقدمها الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية، منها الرمال السوداء. تعد المعادن المستخلصة من الرمال السوداء الركيزة الأساسية لمجالات صناعية عديدة، ومن بينها صناعات السيراميك والخذف والبويات، هياكل الطائرات والسيارات، إضافة للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا المتنوعة. وتشكل تلك الرمال السوداء ثروة طبيعية تتجلى بالكثبان الرملية على الشريط الساحلي الممتد بطول 400 كيلومتر بين مدينتي رفح في سيناء وأبي قير بالإسكندرية، بالإضافة إلى مواقع أخرى للرمال السوداء بجنوب منطقة برنيس وبحيرة ناصر. ودارت عجلة الإنتاج ببناء مجمع صناعي في منطقة البرلس على مساحة 80 فدان، يضم 6 مصانع لفصل المعادن من ركاز الرمال السوداء. وبدأت المرحلة الأولى للتعدين من كثبان البرلس الممتدة على الشريط الساحلي بطول 16 كيلومتر بإجمالي 3500 فدان. تبدأ أولى مراحل التعدين باستخدام الكراكة تحيا مصر، هولندية الصنع، أول كراكة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية وصديقة للبيئة، والتي تزن 550 طن بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 طنا في الساعة، صممت خصيصا لمصر، وتقوم بدفع المياه في اتجاه الكثبان الرملية فتنساب إلى قاع البحيرة الصناعية تم إعدادها سلفا، حيث تولي الكراكة أعمال التكريك بعمق يصل إلى 18 مترا لتسحب الماء المختلط بالرمال إلى المضخة الرئيسية بالكراكة ليعاد ضخها مجددا إلى مصنع التركيز العائم داخل البحيرة خلف الكراكة مروراً بخطوط الأنابيب. Excellency Mr. President Abd al-Fattah el-Sisi, let me start by thanking you, Mr. President, for your dedication to the maritime industry and for all your contribution to the business.
We are proud to be involved in this project as the builder of the state-of-the-art electrical cutter suction dredger 650. From the Damen side, I can assure you that we are very excited, fully committed, honored and also confident that the continuation of our close collaboration will make the future projects jointly a huge success. Thank you very much. هنا تستقبل المناخل الدوارة خليط الرمال من الكراكة ليتم فصل ما تحتويه من شوائب وعلائق بإنتاج ركاز المعادن بحجم إنتاج سنوي يقدر بستمائة ألف طن، ثم يتم نقل الركاز إلى مجمع مصانع الفصل لفصله إلى معادن اقتصادية بطاقة إنتاجية 370 ألف طن سنوية، وتقوم معامل البحوث بمراقبة الجودة طوال مراحل الإنتاج لضمان مطابقة المنتج للمواصفات العالمية. نطاق صناعي ساهم في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أفق صناعي جديد يدعم آمال مصر التنموية في تحقيق التطلعات الاقتصادية والاجتماعية عبر إنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية المثيلة، والتي تقوم كثبانها الرملية نحو 5 مليارات طن من احتياطيات الرمال السوداء. لمثل هذه الاستراتيجية تسعى مصر لتوطين المزيد من الصناعات وفق أحدث التقنيات بموجب رؤية وطنية لقيادة سياسية أمكنها إعادة اكتشاف أحد أهم الكنوز المصرية. هكذا تستقيم دعائم الدولة المصرية فوق أسس صناعية قوية تليق بجمهورية جديدة أبت إلا أن تواصل الانطلاق نحو آفاق الازدهار بقفزة اقتصادية لقوة إقليمية كبرى. أمل جديد يتحقق الآن بامتلاك مفاتيح الكنز الأسود، ورمال مصرية توزن بمعيار الذهب. في بداية الحلقة، الأول أهلا بحضراتكم مرة تانية. في بداية الحلقة قلت لكم النهاردة صدقني عيد اقتصادي يعني. طيب، وأظن إحنا لما نيجي لو كنا تابعنا كويس بقى الفيلم بتاع رمال من ذهب هنفهم هو الأخ يوسف ده قال كده ليه. وأظن إنه الموضوع ما فيهوش مبالغة يعني. أنت خدت بالك مثلا إحنا عندنا حجم احتياطات مؤكدة 15 مليار طن ولا 15 مليار متر مكعب، المهم ان في 15 مليار في الموضوع. كل ده هيتعمل عليه بروسيسنج. المجمع الصناعي ده يطلع 360 الف طن سنوي بروسيسد نظيف فله، يخش بعد كده بقى على الايه، على الصناعه. فانت متصور لو انه زي بالظبط كده ما قال الرئيس، احنا لو بنتكلم في ان احنا النهارده ده مجمع واحد، احنا عندنا احتياطات تخلينا نعمل 2 و3 و4 10 مجمعات. عندنا طول 400 كيلو متر. تعالوا نحسبها واحدة واحدة. المجمع الصناعي بتاعنا شغال على 2 كيلو من أصل 400 كيلو متر، يبدأوا من أبو قير اسكندرية وصولا إلى رفح شمال سيناء. حلو الكلام؟ حلو الكلام. 2 كيلو متر من أصل 400. 2 كيلو متر بيطلعوا لي 360 ألف طن جاهزين للدخول في الأنشطة الصناعية المختلفة. يبقى 400 على 2 بكام؟ يعني تقدر تعمل لك جيمتين مصنع مثلا؟ طيب خليني ابقى اقل تفاؤلا، 100 مصنع؟ طيب خليني ابقى اقل كتير. لو انت بتطلع 10 مصانع، الرئيس كان واضح في الكلام، قال يا جماعه القطاع الخاص يخش وكل اللي هيخش استثمارات 30 مليار جنيه مصري، 30 مليار بس. أنا هنا بتكلم على المصنعين المستثمرين المصريين. أنا لو من الناس اللي بتشتغل في الصناعة والبزنس وبزنس مان وبتاع مش عارف إيه، أفكر تفكير بمنتهى السرعة وبمنتهى البساطة. لا يا جماعة ده احنا نيجي بقى نقول إيه، طب تعالوا يا جماعة احنا مثلا هنبقى مثلا 5 من كبار المستثمرين، وهنعمل شركة مساهمة لتشغيل مصانع أو لإنشاء مصانع تعمل في مجال الرمال السوداء.
ده معناه ايه؟ معناه ان كل مساهم ضخم هيحط ايه؟ يحط الستة مليار بتوعه، صح كده؟ ما احنا خمسة بقى. طب ستة مليار دي بالدولار تعمل كام؟ تعمل 300 مليون تقريبا، صح كده؟ 300 مليون جنيه رز من الواحد. طب احنا الحمد لله والشكر لله وما شاء الله والله اكبر على رأي الله يرحمه يا رب سهير البابلي، 300 مليون دولار بس العائد الاقتصادي والمردود الربح بتاعها الار او اي ضخم مرهب مرعب يعني ما شاء الله. طيب وكمان هبقى بساهم بقى في تشغيل الناس، فانا هنا عندي مردود غير مباشر كمان شغال يعني، بس تمام. ما انا عندي مليارديرات ما شاء الله يا تاتش وود، وناس كتير جدا منهم بالمناسبه محترمه وبتوع صناعه وعاوزين يصنعوا وعاوزين يشتغلوا، لولا الملامه والاعلان لكنت قلت لك دلوقتي خمس اسامي، الخمسه موجودين في مخي هنا، وفي منهم واحد اتنين تلاته اربعه، اربعه ادعي ان احنا اصدقاء او على قدر كبير من الموده والمحبه والتفاهم. ايه طيب الرمله السوداء يا عم يوسف ما توجع. ايه هي الرمله السوداء؟ اقول لك طب اسمع الرئيس هيقول لك ايه عن الرمله السوداء، علشان اللي هيقوله لك الرئيس، وهنقعد نشرح بالمناسبه يعني، احنا هنشرح وهنفهم، ومعانا دكتور محمد الالفي استاذ الجيولوجيا الكبير والعظيم، يعني عندنا حدوته. خلونا الاول نسمع بس الاول الرئيس قال ايه وبعدين نروح لدكتور محمد الالفي. اول مره نقدم على خطوه في هذا المجال في مصر، فبالتالي انتوا هتبقوا رواد لهذا العمل، ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير كتير، ونتحرك ونبقى نفتتح مجمعات زي كده الدوله تفتتحها ان شاء الله خلال السنوات القليله القادمه. في النهايه بنشغل ناس، في النهايه بنجيب عوائد بالعمله الحره كويسه، بنوفر فلوس احنا كنا بنشتري بيها منتجات زي كده، هنبقى احنا بنطلعها من عندنا بتتباع جوه السوق في مصر يعني. والمصحف حبيب الملايين. ساعتها بدل ما هنستورد هنبقى وفرنا الفلوس، وفرناها وحطيناها في جيبنا، لا بقينا بنصنع هنا، بنوطن صناعات ما كانتش موجوده عندنا. اللي هو جمال محافظ كفر الشيخ قال لك من ضمن الحاجات، يعني من ضمن الحاجات كده في النص، قال لك وصناعات الصواريخ وصناعات متعلقه بالتكنولوجيا النوويه حدوته. طب خلوني هنا بقى ناخد راي احد ابرز المتخصصين الكبار، اهل العلم، اهل العلم بالمعنى الحرفي، دكتور محمد الالفي استاذ الجيولوجيا بجامعه المنصوره ونائب رئيس اللجنه الوطنيه للعلوم الجيولوجيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بمشاهدينك. اهلا بسيادتك. انا سعيد جدا النهارده صراحه اني اشارك حضرتك الحدث المهم جدا. احنا كاكاديميين مبسوطين جدا النهارده ان احنا يعني شفنا حاجه منتظرينها من سنين، ان احنا نطبق الدراسات اللي اتعملت خلال السنين الكبيره اللي فاتت دي، اللي كانت للاسف مركونه على الرف، النهارده احنا بنشوفها قدام عينينا بتطبق عشان نستفيد من ثرواتنا المدفونه اللي قعدت سنين وسنين مش مستفيدين بيها. والله العظيم حاجه. انا اتذكر وصححنا دكتور محمد انه كان دكتور رشدي سعيد الله يرحمه العالم العظيم يعني، كان كتب زمان مؤلف وكان إصدار كتاب الهلال على الأوضاع الاقتصادية المصرية والثروات غير المستغلة، وأشار فيما أشار إلى الرمال السوداء وتساؤله وتعجبه عن عدم استغلال هذه الثروة. أنا هنا أسأل يا دكتور، ايه هي أهمية الرمال السوداء؟ يعني دكتور محمد الألفي يقول لنا احنا كجيولوجيين فرحانين جدا أخيرا تم استغلال حاجة بقالنا عشرات السنين بنتكلم عليها. مذيع اسمه يوسف الحسيني يقول لنا يا جماعة ده هيبقى يعني عيد اقتصادي. سيادة المحافظ في كفر الشيخ يقول لنا يا جماعة دي، الريس قال لنا دي قفزة. طب احنا كمواطنين عايزين نفهم بقى. طيب يعني ممكن نختصر الكلام ده يوسف في كم نقطة. الرمال السوداء هي عبارة عن نوع من الرمال بتكون متركز فيها بعض المعادن اللي بنسميها المعادن الثقيلة،
اللي بيكون محتوية على عناصر ذات جدوى اقتصادية كبيرة، عناصر نادرة. الرمال السوداء دي ناتجة من التجوية والسعرية في الجبال، واللي نهر النيل نقلها على مدى عمري زمني طويل، وفي الأخير وصلت لغاية النيل رماها على شط البحر المتوسط. حدث أنه الرواسب دي فيها معادن، معادن استراتيجية، معادن مهمة جدا بتركيزات محترمة. يعني احنا بنحكي عن تركيز تقريبا في حدود 3% 3-3.5%، المعدل الإعلامي بنحكي عن 1%. كمية في بعض الأحيان بتوصل بعض العدسات توصل لغاية 60 و65، وفي بعض الأحيان وصلت ل 80% في تركيز الخامة في بعض العدسات. الخامات دي موجودة وكانت غير مستغلة، يعني في أبحاث كثيرة اتعملت من سنين وسنين، وكنا دايما بننادي انه يا جماعة ابتدوا اشتغلوا عليها بشكل اقتصادي بشكل محترم، نعمل جدوى اقتصادية محترمة بتحديد احتياطي بشكل جيد، وبعدين بعد كده نشتغل عليها الاستخراج بتاعها او للفصل بتاعها. احنا عندنا تقريبا زي ما حضرتك ذكرت تقريبا نهر النيل رمى الرواسب دي يعني خلال عصر السينوزوي او عصر الحديث الباليوجين والنيوجين، وبعدين الرواسب دي اترسبت في شمال الدلتا من اول خليج ابو قير شرقا مرا ببلطيم ثم البرولوس ثم دمياط لبورسعيد سهلتطينة رمانة البردويل العريش وصل رفح. الكميات صراحة احتياطي ممتاز، يعني احتياطي هايل جدا، يعني الدراسات مؤكدة بتحكي عن أكثر من 1.3 مليار. الاحتياطات بشكل عام أرقام وصلت لخمسة، وفي ناس حاجة أكثر من كده 5 مليار. المعادن الموجودة في المعادن زي الإلمينايت والمونازايت والروتايل والزيركون، المعادن دي بتحتوي على عناصر نادرة شديدة الأهمية، معادن استراتيجية بمعنى أن في تصديرها وتقول لازم أن أنا أستخدم في الاقتصاد بتاعي زي الصين، السعر بتاعها كل يوم قاعد يزيد كل يوم قاعد يزيد لأنه احتياجها في الصناعة بشكل قوي جدا زي ما حضرتك ذكرت، هياكل الطيارات التيتانيوم بالتحديد، الزيركون، صناعات السيراميك، البويات، فلها تطبيقات صناعية عظيمة جدا. احنا عندنا احتياطي ممتاز، وعندنا الحمد لله المصنع اللي اشتغل النهارده، ويا رب ان شاء الله يطلب 1 و2 و3 و10 ان شاء الله يطلع لنا خامات. احنا بس كنا حابين انه الخامات دي نعظم القيمه الاقتصاديه بتاعتها بحيث ان احنا ندخلها في الصناعه، ما يبقاش عمليه تصدير بس. هو ده اللي انا عايز اسال عليها يا دكتور، ده اللي انا عايز اسال عليه. يعني احنا للاسف الشديد لعهود يعني ليست بالقصيره دائما اعتدنا ان احنا ناخد الماده الخام تطلع من الجبل تطلع من الارض احطها على ظهر المركب واوديها بقى شرق اسيا اوديها اوروبا اوديها صحيح. امريكا، ويبقى كده كل سنه واحنا طيبين وبناخد لنا قرشين تفهين. صحيح. طيب دلوقتي انا هشتغل على الفصل بتاع هذه المعادن وهستخدمها في الصناعة، مش بس هعمل فصل وصدر. تمام. صح؟ صحيح. ايه الصناعات يعني اللي انا هستفيد بيها؟ بنحكي انه احنا ممكن احنا نفصلها ونجهزها انها تدخل بقى في الصناعة بحيث ان احنا نضيف القيمة المضافة للصناعة دي، لانه انت مهما 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 تنتج برضه السعر الطن هو سعره اقتصادي ممتاز. طبعا. الأهمية الأقوى ان انت تصدره كمنتج. احنا كنا قبل كده استاذ يوسف بنستورد المعادن دي، بنستوردها من الخارج. طب هي موجوده عندنا النهارده، هي اصلا بتاعتي انا صدرتها رمله بالطن وراحوا هم فصلنها وبعدين بيعينها لي تاني. بالظبط. كنت شاطر انا، اسم الله علي. صحيح. كمل يا دكتور. صحيح. فاحنا يعني انا برضو من الحاجات الجميله جدا اللي احنا شايفينها النهارده انه عمليه الفصل دي انا متخطط فيها كويس ومحطوط لها اسس بيئيه محترمه، بمعنى انه في عندي عناصر موجوده مشعه
يعني سكندري مينرال تكون زي معدن المونازايت والزيركون، فيها بعض البتونتيكا يورانيوم وثوريوم، ودي مواد مشعه. انا الوقت لما بستخرجها من الـ من الـ من الركاز اللي عندي او من الكثبان الرمليه اللي موجوده عندي، انا بشيل ضرر ممكن يحدث او يقع على الانسان. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا برجع الحاجة أو الشيء إلى أصله بعد ما أنا باخد الكثبان الرملية دي واستخلص منها المواد أو المعادن الثقيلة، برجعها زي ما هي بالضبط عشان ما غيرش في البيئة، ما غيرش في الظروف البيئية أنه ممكن يحدث مشاكل بعد كده، يحدث تآكل لشط البحر، يحدث. إحنا بنحاول نعمل ريستوريشن، يعني إحنا بنعمل استخراج للخامة وفي نفس الوقت بنرجع الشيء لأصله، ودي حاجة عظيمة جدا جدا جدا، لأن إحنا كده بنحافظ على البيئة بشكل ممتاز. يعني أنا أخد الحاجة ونقيها وأشوف أنا هعمل استخدامات صناعية إيه، أما فيما يتعلق بطوبوغرافيا المكان فأنا بعيدها كما كانت. بالضبط كده، بالضبط كده. طب ودي حاجة، ودي حاجة صراحة يعني دي يعني دايما في البلاد في اوروبا او دايما باصين للبعد البيئي لعمليه التنقيب او عمليه المايننج. يعني انا بامانه انا يعني سعيد جدا ان بشارك في الحدث ده، وان نلقي براينا العلمي انه عندنا مصادر ممتازه ومش واقفه بس على الشريط الساحلي الكبير اللي احنا اتكلمنا عليه من شرق اسكندريه لغايه رفح، بل بالعكس في عندنا بعض المناطق في البحر الأحمر في دلتوات الأودية موجود برضو فيها ركازات عالية للرمال السوداء، مش كده وبس، كمان في منطقة بحيرة ناصر في كميات كبيرة جدا من الرواسب دي اللي المفروض ان احنا نبتدي نشتغل عليها أبحاث ونحط لها تقييم اقتصادي بدراسات جدوى محترمة، بحيث ان شاء الله نبتدي ندخل في عملية الاستخراج بتاعها. طب ونزود اخر حاجة يا دكتور حتى لا اطيل عليك، يعني اخر طبعا. حاجة استدامة الاستغلال الاقتصادي لهذه الثروة تصل الى كم سنة؟ تمام. يعني الاحتياطات اللي احنا شايفينها المؤكدة، بنحكي عن ان انت يعني احتياطي مؤكد تقريبا 1.3 مليار الاحتياطات المستقبلية، يعني في بعض الأبحاث عملناها باستخدام تحليل صور الأعمار الصناعية، لقينا إنه في الرمال السوداء ممتدة في منطقة البردويل وشرق سيناء، كذلك موجود بعض المناطق في دلتوات الأودية اللي بتصب في البحر الأحمر. إحنا بنحكي عن استدامة ممكن توصل لغاية 200 سنة لاستخراج الرمال السوداء، وده يعتبر اقتصاديا شيء مجدي ان انت تشتغل على مدى عمر ممكن يوصل لغاية 200 سنة بمعدل انتاج محترم اقتصادي. يعني احنا النهاردة زي ما بقول لحضرتك انا سعيد جدا، واتمنى يا رب مش بس على الرمال السوداء، لا بقية الانشطة التعدينية في مصر نبص بيها بعين الاعتبار. في عندنا خامات ذهب، في عندنا حاجات تانية كتيرة في اماكن تانية، في الفحم، في بعض المشكلات اللي المفروض ان احنا نبص عليها ازاي نحلها مع وزارة الصناعة وهيئة الثروة المعدنية. يعني احنا صراحة النهاردة مثال ممتاز ومثال هايل جدا للتعاون بين اكثر من الشركة الوطنية ومع محافظة كفر الشيخ ومع هيئة المواد النووية اللي قابلت بلاء حسن صراحة، ودي يعني صحيح. انا بشكر الزملاء فيها في هيئة المواد النووية ان احنا نشوف النهاردة الحلم بتحول لحقيقة. لحقيقة انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر لدكتور محمد الألفي استاذ الجيولوجيا بجامعة المنصورة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية. اذا احنا سمعنا الكلام اللي قاله لنا الرئيس، وسمعنا الكلام مع سيادة المحافظ، وسمعنا كلام رأي العلم وتحديدا الجيولوجيا، هل لسه في كمان حاجات عايزين نسمعها؟ طبعا ما احنا لسه بقى عايزين نسمع بقى رأي الناس بتاعت العلوم النووية والناس بتاعت الاقتصاد والناس بتاعت الصناعة تاني. دي ليلة عيد، فاصل ونكمل الكلام.
اي حد في مصر مسؤول هيبقى حريص على ان هو لو في مجال لخير هيعمله. اللي عايز يخش في مشروع زي ده بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش وتشتغل في الموضوع ده وانت مستريح قوي. اهلا وسهلا بكم. واحده واحده بقى، احنا كنا بنقول ايه قبل الفاصل وقبل مكالمتنا مع دكتور محمد الالفي، دور القطاع الخاص والاستثمار الخاص والاستثمارات الصناعيه ودور رجال الاعمال والصناعيين المصريين. انا امبارح قلت انا واثق بل متاكد ان انا عندي جانب من المستثمرين المصريين جادين، مستثمرين وطنيين، وحتى قلت لكم وقتها امبارح ايه بالتعبير الستينياتي راسماليه وطنيه. حلو كده. طيب عندنا لسه قبل الفصل بقول لك انا اقدر اقول لك 4 أو 5 اسامي بس اساميهم لوحدها اعلان ما ينفعش. طيب وفي نفس الوقت يمكن بعضهم ما يبقاش مهتم بالنوع ده من الاستثمارات، يبقى شايف ان هو عنده اولويات في استثمارات اخرى الى اخره، بس انا بكلمك على حقيقي يعني يوم ما هتبقى الدنيا هاديه قوي بنتكلم في 300 مليون من كل واحد، هم بيعملوا شركته، مش حد عايز منك حاجه ولا هتتبرع بيهم ولا هتحط اي، هتاسسوا شركه ضخمه. يا جماعه تاني انا بس عايز اقول حاجه لكل الناس او المستثمرين الكبار وهم ادرى مني ده 30 مره، الشركات الكبيره اللي موجوده في امريكا كده او بالادق بدات كده، صح ولا لا؟ يعني يعني هي بلاك روك بدأت ازاي؟ على سبيل المثال لا الحصر، بلاك روك دي اكبر شركة في العالم، بلاك روك دي بالمعنى الحرفي والكامل اكبر من دول ودول كبيرة ودول ثرية، انت متصور حاجة يعني مذهلة مذهلة. طيب السؤال بقى احنا ما بنعملش كده ليه؟ ما بنعملش كده ليه؟ يلا. وفي انا يعني شوف الخمسه اللي في مخي هم اصلا اصحاب 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 يعني، ده بقى انا ابصم عليها بالعشره اهو بالعشره، اعملوا لنا بلاك ساند، بس شركه ضخمه اسمها بلاك ساند دي تعديكوا وتعدينا، يعني هتعدي حضراتكم الخمسة مثلا ولا الستة ايا كان وتعدي معاها المواطن المصري. خدت بالك دكتور محمد الالفي قال لك ايه؟ قال لك على الاقل 200 سنة يعني تقريبا 20 جيل. يا سلام سلم بقى، يا سلام سلم بقى، ده انا بجد بكلمك على حاجة في حجم بلاك روك مش هزار. طيب هتيجي تقولي نشاط بلاك روك احكي عليها في حلقه لوحدها، دي يعني بدات بنشاط واحد ثم تعددت الانشطه بقت بتشتغل في اي حاجه في اي سكه، فلوس ما بيهزروش، وانا قلت لك امبارح ايه؟ انا موت في الفلوس لما تخش البلد، الخير يعم على هذا المواطن اللي ليه حق يشعر بالسعاده الكامله. طيب خلينا نشوف فخامه الرئيس دعا لايه بالنص، الرئيس دعا بتشكيل كيان كيان بحجم استثمارات قادر على افتتاح اكتر من مصنع خلال عامين. الرئيس قال ايه بالظبط؟ اسمع ونرجع نكمل الكلام. بقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوافقة مع بعضها، انتوا اصدقاء وبتشتغلوا مع بعض، فكروا ان انتوا تقولوا طب هنعمل كيان نحط فيه مثلا 25 30 مليار جنيه بتدفقات مالية، المشروع ده ممكن يخلص في سنتين مش كده يا وليد ولا ايه؟ تمام دلوقتي سنتين خلاص الدراسات جاهزة دلوقتي. لا انا اقصد اقول حتى المسار اللي احنا مشينا فيه خد مننا وقت، لكن هم مش هياخد وقت دراسات تاني مش كده؟ مش اتحاد الدراسات. طيب فانا بقول في سنتين
يبقى انا النهارده لو قلت في 20 25 30 مليار جنيه من القطاع الخاص شغال في الموضوع ده بتدفقات ماليه خلال سنتين، هيكون عندنا مصنعين 3 4 اكتر، وزي ما انتم شايفين الفرصه كده. بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان احنا ما عندناش وقت او فرصه نضيعها نقول ايه طب ماشي بقى ان شاء الله نبقى نفكر. لا، ما فيش نفكر. الحاجة الحمد لله رب العالمين، وأنا بكلمكم أنا مش أول مرة أسمع الموضوع دلوقتي، صحيح، وأول مرة تشوفونا وإحنا بنفتتحه النهاردة، لكن لا، ده الموضوع متابع بدقة شديدة، ويعني عشان دي فلوس بنحطها وعندنا أمل إنها تجيب لنا حاجة. ده جنب ده جنب ده جنب ده، توم البلد يا دكتور مصطفى تطلع إيه؟ تطلع لقدام. صحيح. فأرجو إن إحنا رسالتي تصل للقطاع الخاص، احنا مستعدين، خشوا لوحدكم هنساعد معاكم، عايزين تخشوا بشراكة مفيش مشكلة، بس عشان نقدر نعمل اكتر من مجمع من المجمعات اللي احنا بنتكلم فيها دي. انا لو حلفت لكم على المية تجمد ان انا ما سمعتش الجمله بتاعه الكيانات الضخمه وانتوا كلكم اصدقاء، ما خدتش بالي يعني من الكلام في وسط كلام الرئيس، انا ركزت على الارقام، انا مخي كده، انا خريج اقتصاد، انا مخي كده بيخش على الارقام، والله العظيم ما سمعت، ولقيت نفسي بقول نفس الكلام تقريبا، لانه ده كلام المنطق. بره في بلاد بره يعني يتكلموا ازاي دايما عن القيادة الناجحة في إدارة الدولة أو في إدارة الكيانات العملاقة أو في إدارة الشركات الضخمة، إنه هذا القائد هو بقى السي اي او، هو الرئيس الدولة في حالة من الأحوال، يقول لك إيه؟ إنه هو عارف إزاي how to orchestrate. orchestrate دي جاء من أوركسترا، أيوة orchestrate، بيorchestrate مين؟ فريق العمل، ويorchestrate طريقة التحرك لاستغلال كل الموارد. أظن كلنا دون استثناء الأحياء مننا يا محلمنا بأن يبقى في عندنا رئيس جمهورية عارف how to orchestrate، كيف يقود، هذا الترجمة بتاعتها، كيفية القيادة بتناغم. الأوركستريشن ده يعني مش بس أن أنا أقود، يعني اللي هو إيه اعملوا كذا وبس، لا، ادي المجموعه، ده بيعرف كذا وده بيعرف كذا وده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، طب اسيب كل واحد يشتغل لوحده؟ ما ينفعش، فلازم يحصل تناغم. يعني عايزك تتصورها وكاننا نقود مثلا فرقه موسيقيه، تخيل ان هذه الفرقه زي ما بنقعد كده ساعات في مسرح موسيقي ولا حاجه، وهم لسه بيظبطوا الالات، فانت بتسمع كل واحد بيلعب نغمه معينه، فانت لسه مش مستمتع. هل ده معناه انه الراجل ده ما بيعرفش يلعب الناي، وده ما بيعرفش فلوت، وده ما بيعرفش فيولينا، وده ما بيعرفش؟ لا، ده كلهم يجننوا زي الفل، بس لسه ما بداناش الاوركستريشن. يجي القائد بقى يعمل ايه؟ يبدا يدي الاشاره، كل حاجه تمام، مين داخل امتى ازاي، بس كده. السياسه كده، الاقتصاد كده، الاوركستريشن المظبوط اللي انت شايفه قدامك بقالك 8 سنين ده اوركستريشن. انا هشتغل على الرمال السوداء ازاي، هشتغل على الغاز في البحر ازاي، هشتغل على الرقعة الزراعية ازاي، هشتغل على تخزين الحبوب والغلال ازاي، هشتغل على تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي ازاي، هشتغل على الصحة ازاي، هشتغل على الذهب ازاي، هشتغل على الفوسفات ازاي. بس خد بالك بقى من الكلام، شوف عمليا البزنس ده بنسميه زيرو ريسك. في بيزنس كده زيرو ريسك. يعني ايه زيرو ريسك؟ يعني بلا مخاطر. هو في بيزنس بلا مخاطر؟ بيزنس البترول بلا مخاطر؟ طيب لا، في مخاطر، انخفاض الاسعار بتاعه البرميل، هو ده ما اسموش مخاطر، ده اسمه تكلفه الفرصه البديله. يعني لو البترول سعره قل بيقل نتيجه اسباب متعلقه بوجود وفره من انواع اخرى من الطاقه، فبنحسب تكلفه فرصه بديله، دي حدوته تانية.
لكن هو زيرو مخاطر. ليه زيرو مخاطر؟ لأنه في النهاية خالص هو متباع. خطورته الوحيدة أنه تحصل قلاقل سياسية أو أمنية أو عمليات عسكرية في المنطقة اللي فيها التنقيب، يبقى ده الخطر الوحيد بتاعه. فتبقى ساعتها الدول التي تستثمر في هذا الموضوع شغلها الشاغل استقرار هذه المناطق. حلو كده؟ طيب تعالى لي على الرملة السوداء. زيرو مخاطر، كل مشتملات هذه الرمال السوداء مطلوبة. خدتوا بالكم احنا كنا زمان في 30 سنة هي بنصدر بإيه؟ بنصدر كده يعني بالطن، خد شوية الرمل دول وروح مصدرهم. طيب بصدر بكام؟ ب$100. طب أنا لو عملت عملية واحدة بس، عملية الفصل، بقى ب$5,000. هتيجي تقولي ما عملية الفصل دي يعني عملية صناعية يوسف، يعني ليها تكلفة، تكلفتها إيه؟ $1,500. يعني في الآخر خلص طلع لك $3,500 على كل طن مكسب. طيب دخلته وحولته إلى منتج صناعي، فالرقم ده يضرب له في 5 هو كمان، حوالي $25,000. عرفت من الآخر كده ضاع علينا في 30 سنة إيه؟ أو في 40 أو في 50 أو في 90 سنة؟ فهمت أنا بقول لك إيه بقى؟ طيب لهذا الأمر، لهذا الأمر خليني أرجع أقول لك في ضرورة حقيقية لمصلحة رجال الأعمال. أولا سادتي الكرام، انتوا داخلين على بيزنس زيرو ريسك، ما فيهوش خطورة خالص، ده واحد. اتنين تكلفته مش كبيرة، لان انت هتعمل كيان ضخم، الكيان مكون من اكتر من رأس مالي او اكتر من رجل اعمال او اكتر من مستثمر، وتبقى الشركة مساهمة. انا النهاردة كمواطن، انا راجل زمان زي ما حكيت لكم مرة قبل كده، أنا استثمرت في أول شركة خدمات التليفون المحمول في مصر، كنت من المكتتبين الأوائل في الاكتتاب. أنت كسبان خصوصا لما بتبقى داخل يا إما على بيزنس جديد خالص زي بيزنس الاتصالات وقتها، يا إما على حاجة زيرو ريسك زي الرمال السوداء وبيزنس جديد وصناعة مطلوبة. يا دين النبي، فاللي هيحط سهم، اللي هيحط فلوس ويشتري سهم واحد هو كسبان. هل واحنا بنتكلم في ده هنلاقي الناحية التانية في مين؟ هنلاقي الإخوان المسلمين والعائلة اللي شبههم وما إلى ذلك. بالمناسبة هم هياخدوا قصة الرملة السودة دي أكيد أكيد، هم على الهواء دلوقتي قاعدين شغالين بقى إيه أي كلام فارغ، أو هيعمل نفسه مش شايف. الإخوان المسلمين قعدوا في الثمان سنين اللي فاتوا دول يشككوا، واحد قدرة الاقتصاد المصري، اتنين في قدرة الرئيس على قيادة هذا الاقتصاد وقيادة هذا البلد عشان يعبر بيه بر الأمان، تلاتة في قدرتك أنت كمواطن على العمل والإنتاج والخلق والتفكير والإبداع. السؤال، موضوع الرملة السوداء ده كان في بال حد من إحنا الناس العادية يعني، وإحنا قاعدين في الأتوبيس في الميكروباص في عربياتنا في قاعدين بنتعشى سوا بنصي، هل حد فينا بيتكلم على الرملة السوداء إطلاقا؟ الكل بيتكلم على حاجات تانية خالص، لا ولا حد فينا بيجي في دماغه رملة سوداء. يعني لو جه حديث على الاقتصاد ما بنتكلمش على الرملة السوداء خالص. النهاردة أنت صحيت الصبح لقيت إن أنت في عندك ذهب بس. خلونا ناخد معانا على التليفون كاتبنا ومحللنا وخبيرنا الأستاذ ماهر فرغالي، الخبير البارز في شؤون الحركات والجماعات المتطرفة. أهلا بك يا أستاذ ماهر. أهلا بك يا أستاذ يوسف. أهلا بك. عامل إيه صديقي العزيز؟ والله تمام الحمد لله. بالذمة بالذمة، حد فينا كان بيتكلم على الرملة السوداء قبل كده؟ هو سيادة الرئيس دايما بيفاجئنا، يعني احنا دايما نفاجأ بحاجات كده، نصحى الصبح نلاقي حاجات، مصنع بيتفتح، سيادته على الطريق بيشوف بيتابع مثلا الطرق والحاجات اللي بيفتتحها، بأراضي زراعية بتستصلح، حاجة زي اللي احنا شفناها النهاردة دي، يعني حاجة ما كانش على البال ولا على الخاطر زي ما بيقولوا الرملة السوداء. أنا شخصيا ما كنتش أعرف ده، يعني ما ولا فكرت في حياتي الموضوع ده أصلا، فأفاجأ في الصبح بالقصة. طبعا احنا عندنا ناس تانية طابور خامس بينخر في جسد الدولة، بيحاول يوقع الدولة يا صديقي طبعا، وعبر، وانا عاوز اوضح للسادة المشاهدين، عبر شوية وسائل. يعني هو ليه الخطاب بتاعه ليه نوعية معينة محددة، واحد خطاب الإخوان المسلمين، واحد تحريضي، يعني النوع من الخطاب
هتلاقي في اعلامهم وفي السوشيال وفي صفحاتهم هو الخطاب مخصص انه يحرض، بس يحرض على الدوله، يحرض على اي انجاز للدوله، يحرض على اي شيء ايجاب بتعمله الدوله. دي واحد. اتنين، خطاب تشكيكي يشكك، يمسك موضوع زي النهارده ده يشكك فيه، هو ده 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 تاني نوع من الخطاب بتاعه. تالت نوع من الخطاب بتاعه التحريض والتشكيك والتشتيت، يشتتك بقى يعني. يقول لك ان الدوله يعني ما فيش اولويات، هي عملت مش عارف محور القناه المفترض كانوا عملوا، مش واخد بالك. فدي تلات انواع من خطاباتهم. طب ده بيعملوا ازاي؟ التحريض والتشكيك والتشتيت. انواع من الاشياء هو بيستخدمها. واحد، الخطاب ده لازم يكون ديني، يعني يغلفه بالدين. يعني ايات واحاديث وناس ومشايخ وصفحات وحاجات وكلام زي كده. الدين لازم يكون عامل جوه هذا الخطاب، لانه الراجل عاوز يبين مدى صدقيته. خبرك ده واحد. اتنين، الخطاب ده لازم يعتمد على المظلومية، يعني وطوال الوقت مظلوم ومضطهد وفي طبقية وفي ظلم ومش عارف ايه واستبداد واجتماع الكلام ده كله، يبقى الدين. الخطاب تالت حاجة يكون ثوري. يعني يستغلوا حكاية الثورة والثورية والطهارة والنقاء الثوري والقصص دي اللي هما بيقولوها. فانت عندك طيب، طب ده بيعملوه ازاي بقى؟ بيعملوه جوه، هو عامل لجان إلكترونية، لجان للتحريض، لجان للتشكيك للتشتيت، ودول مجموعات، خلي بالك، ومجموعات عنقودية وغرف، وكل غرفة بتدار من شخص، وكل مجموعة غرف بيديرها واحد، ومقسمينها مناطق، وقاعدين ناس من بره مصر بتدير اللعبة دي، وبياخدوا فلوس وبياخدوا مرتبات، ومسمين الغرف دي اسمها غرف التصدي. يعني لما تيجي انت تعمل مثلا يا استاذ يوسف حاجه عن الرمال السوداء اللي انت بتتكلم عنها من شويه دي، هو غرف التصدي دي تتصدرك تشتغل عليك انت بقى، يعني كمردود حاجه ضد هي كلمه التصدي بالنسبه لنا التصدي في للعدوان، لكن هم بالنسبه لهم التصدي للامل. نعم. فهو احنا كده يعني ده هنشوفه على طول في كل اعلامهم، قنواتهم، اعلاميهم، صفحاتهم، السوشيال بتاعهم، الكلام ده كله. وده فاشل بالمناسبة، يعني ده فشل، لأن الإنجاز والإيجابيات في الإنجاز بتخليه هو يفشل وتقوقع أكتر. ولذلك هم عملوا اجتماع تقريبا من سنتين ونص أو سنتين في لندن، إعادة تقييم الإعلام بتاعهم، فوجدوا أنه الإعلام بتاعهم فشل، يعني فشل فشل ذريع. وكانوا عملوا إعادة هيكلة للاعتماد أكتر على السوشيال، ونقل قنوات وإلغاء قنوات وتقليل تكلفة قنوات. الناس اللي بتديهم فلوس قالت لهم كده، انتوا ما عرفتوش في إخراج الناس للشوارع. ما عرفتوش توصلونا للي احنا عايزينه، طبعا للي احنا عايزينه، قلل الميزانية، الفوضى. هم كانوا عاوزين يوصلوا للفوضى. انسى، هو مش فارق مع الدولة، مش فارق مع الناس، مش فارق مع الشعب، مش فارق مع المواطن الغلبان، مش فارق مع أي إنجاز يحصل في الدولة طبعا، ولا عمرها فرقت. أنا عايز أشكرك الأول أستاذ ماهر كل الشكر، أستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات والحركات المتطرفة. بص الأخوان هيعملوا الآتي، ده لو ما كانوش بدأوا، يعني قبل ما نروح للفصل بس هدي لك إيه الناراتيف بتاع الإخوان، وانطلاقا برضو من الكلام اللي قاله أستاذ ماهر. هنبدأ الأول بالخطاب بتاع الإيه؟ خطاب الثورة. هو دلوقتي الإخوان شغالين على خطاب الثورة، إنهم ثوريين وأنقياء، وإنهم لازم المصريين يثوروا على ما يحدث. فهيتكلم إيه على قصة الرمال السوداء؟ أقول لك. رمال سوداء؟ رمال سودة إيه؟ مصنع إيه؟ هو ده وقته؟ مش يجيب أكل؟ مش يجيب زيت؟ مش يحل مشكلة العلف؟ مش نجيب علف الأول؟ مش نحل مشكلة الدواجن؟ حلها بالإيه؟ يعني أنا أجيب أشتري أي حاجة بالإيه؟ بالحب؟ هنميل على الناس ونقول له إنما الله يخليك بس أنا ركبتين علف، هيجي يقول لي آه فين الأخضر؟ أقول له إن شاء الله. إن شاء الله مين؟ ده مثلا. حلو؟ فهنا ده الخطاب اللي هيبقى بإيه؟ خطاب يحرض، وبعدين في نفس الوقت يجيبك الارض. يعني انت بدل ما تبقى سعيد وفرحان، لا ده انا اجيبك الارض، اقول لك لا 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 لا، ده ما كانش وقته. شوفوا اتصرف كام على المصنع،
كان حقه جاب بيهم شويه مش عارف ذره وشويه فول صويا وشويه زيت وشويه سكر. ما دي طريقه الاخوان، والاخوان كانوا بيهببوا ايه في حياتهم يعني، ولا حاجه في الاخر خالص. الشرب امسكي يا اختي، ربنا ينعم عليكي بالحجاب، وانت بقى انت الملاك اللي بعتولي ربنا. ماشي، طب اللي بعده يبقى في عندك بقى ايه الخطاب بتاع التشكيك. هو انتم مصدقين قصه الرمال السوداء؟ مفيش رمال سوداء ولا بتاع، ده شويه طامي جايبهم النيل اللي رميهم على الشط، ده بيشتغلوكوا كده. هو عمل ايه؟ شككك. تعال بقى على التشتيت، ايه بقى الكركه الكهرباء اللي هم جايبينها دي، ويا ترى جايبينها بكام؟ اللي هو مش موضوع مهم على الاطلاق، وده مستوردينها، ده دي من هولندا، ما عملوهاش ليه؟ بقى مش عارفين يعملوا الكركه الكهرباء هنا، موضوع تاني خالص. هو انت بتعمل حاجات كهرباء يعني، اتوبيسات كهرباء وشغاله يعني، بس مش ده الموضوع. هو هياخدك يحدفك بعيد، فيبقى عمليا انت تبقى قاعد قدام المواطن الاخواني، لان هو الاخوان بالنسبه لهم هي الوطن. انت قاعد عامل كده، ايه ده يعني الرمال السوداء ده مش جد؟ ايه ده يعني صرفوا فلوس على المصنع بدل ما يجيبوا لنا العلف؟ ايه ده يعني حتى الكراكه صحيح ده احنا مش عارفين ليه ما صنعناهاش في مصر بدل بس كده كده. يبقى هو عمل اللي عليه. انا بقى عمليا كده عملت بقى بجد اللي عليا، اللي هو ايه؟ انا عرفتك الاخوان هياخدوك في انهي سكه، انت حر. نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل. يا خبر ابيض، الساعه بقت 11:30 وزيما عمال يقول لي وروز تقول لي ويلا. سياده النائب معتز محمود رئيس لجنه الصناعه بمجلس النواب منورنا ومشرفنا، ولازم نلاقي بسرعه الكيان بيكون يا سياده النائب. ودكتور كريم عادل موجود معانا ايضا، مدير مركز العدل للدراسات والابحاث الاقتصاديه. حلو، انا كده عندي مجموعه اقتصاديه مصغره جوه الاستوديو. نشوف بقى ايه ازاي نقدر نجمع ال 30 مليار ونشتغل، ودول يجيبوا كام، والعائدات الاقتصاديه والقيمه المضافه، بس مش الضريبه، القيمه المضافه بتاعت الفلوس اللي تخش جيبك. فاصل ونكمل الكلام. احنا انتظرنا المشروع ده فترة كبيرة قوي، خلال الثلاث سنين اللي فاتوا او اكتر. اقول الفرصة جت بايه؟ بان في مسار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله، وبقى في حاجة اتشكلت خرجت للنور في المشروع ده. اللي عايز يخش في مشروع زي ده بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح قوي. طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي اي منتج انت هتطلعه. أسود يملأ السواحل والبحيرات، الرمال السوداء تخرج إلى النور بفرزها لمعادن ثمينة ذات أهمية اقتصادية عالية عن طريق مجمع مصانع فصل الرمال السوداء بكفر الشيخ، الذي أنشئ حديثاً بتكنولوجيا استرالية والتي تعد الأحدث في العالم في استخلاص الرمال وفصلها. نظراً لما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي، هو الأكبر في الشرق الأوسط ويصل لخمسة مليارات متر مكعب قابل للزيادة بشكل عام، وما يقرب من 240 مليون متر مكعب بمنطقة البرولوس فقط. بتكمن أهمية الرمال السوداء في ما تحتويه من معادن ثقيلة بيطلق عليها المعادن الاقتصادية، نظرا لاقتصادياتها ووضعها الاستراتيجي. الحقيقة استمدت اقتصادياتها ووضعها الاستراتيجي هذه المعادن من أنها بتملك طيف واسع من التطبيقات الصناعية الهامة، وبتدخل في العديد من الصناعات التكنولوجية المتطورة. المجمع عبارة عن مجموعتين، المجموعة الأولى ست مصانع اللي احنا متواجدين بيها الآن زي ما أشرت لحضرتك، والجزء الأول اللي هو موقع التنجيم اللي بنسميه مصنع التركيز العائم، ده عبارة عن كراكة عائمة هولندية تعمل بالكهرباء، طاقة إنتاجية 2500 طن في الساعة، بيليها مصنع تركيز عائم بيتم نقل الرملة المخلوطة بالمياه من خلال الكراكة، من خلال المواسير العائمة
أعلى البنتونات. تبدأ الرحلة بكراكات عائمة تسحب الرمال من البحيرات والسواحل، وتنتقل إلى مجمع مصانع فصل الرمال الذي يحتوي على 6 مصانع متنوعة تخص كل مادة تخرج من الرمال، والتي ستوفر المصادر الأساسية لكثير من المعادن مثل المونازايت واليورانيوم المشع والزركون، ومعادن أخرى تدخل في صناعة هياكل السيارات والسيراميك والدهانات ومواد الإشعاع النووي وتبطين المفاعلات النووية وبعض المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة. شركة الرمال السوداء هتنتج معادن أهمهم الإليمينايت والزيركون، ودول هم اللي هنشتغل عليهم للقيمة المضافة، لأن الإليمينايت الحقيقة بيحتوي على نسبة لا تقل عن 40% من ثاني أكسيد التيتانيوم، وثاني أكسيد التيتانيوم هو المادة الخام لصناعات كتيرة جدا أهمها صناعة البويات وأيضا صناعات ميتالرجية لإنتاج سبائك التيتانيوم. I think the mineral sands industry is in a state of demand. أعتقد أن صناعة المعادن عليها طلب كبير هذه الفترة، وستستفيد مصر كثيرا من صناعة واستخلاص المعادن من الرمال، وهذا يعني زيادة في التصدير المصري. ستكون هناك فائدة للمجتمع من هذه المشروعات التي تحتاج لعمالة ومهندسين، لذلك فهي توفر فرص عمل كبيرة، وأعتقد أنها قصة نجاح كبيرة لمصر، وسيتعاظم الطلب أكثر على المواقع الجديدة بعد نجاح منطقة البرولوس. تمتلك مصر حتى الآن 11 موقعاً على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، وتعتمد الصناعة بالكامل على المياه العذبة سواء في استخراجها المعادن أو فصلها بدون إضافة أي مواد كيميائية، مما يجعلها أيضاً صديقة للبيئة. وقد يصل الاحتياطي الاستراتيجي للرمال السوداء إلى 200 عام من العمل المتواصل. دراسات اقتصادية وفنية تابعها إنشاء وتنفيذ لمجمع مصانع الرمال السوداء لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للأسواق العالمية ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات الاستراتيجية المصرية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي بقى إيه، في كلام مهم جدا جد جدا لازم نقعد نتكلم فيه على مسألة الرملة السوداء من وجهة نظر الصناعة ومن وجهة نظر الاقتصاد. كل الترحيب بضيوفنا الأعزاء داخل الاستوديو، سيادة النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهلا 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 يا دي النور. دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أهلا وسهلا يا دكتور كريم، منورنا. كله تمام الحمد لله. طيب أنا هستأذن الأول، يعني هستأذن سيادة النائب في أن أنا عايز أعرف إيه الأهمية الاقتصادية بتاعة الرملة السوداء؟ إيه الهوسة اللي عاملها يوسف وعاملها الإعلام المصري والصحافة وبتاع؟ ومهمة في إيه يعني الرملة السوداء دي؟ طبعا هو مجمع الرمال السوداء هو بيعد مشروع قومي تنموي، بيضيف إلى الصناعات الأخرى التي تستفيد من المواد الخام التي يخرجها مصنع الرمال السوداء من ناحية أخرى بعد فصلها، لأننا بنتحدث عن الرمال السوداء بتتكون من 41 عنصر، 41 عنصر بيدخلوا في 49 صناعة، وبالتالي الصناعات التكميلية، الصناعات الأخرى هي التي تستطيع أن تستفيد من مخرجات الرمال السوداء في تطوير هذه الصناعة. تطوير هذه الصناعة بيفتح المجال لأمرين، الأمر الأول زيادة في فرص العمل، بزيادة في الاعتماد على المكون المحلي، إنجاح سياسة الدولة نحو توطين الصناعة، تقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، وبالتالي بخفف العبء عن النقد الأجنبي، بخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة. دي من الناحية الاقتصادية. من الناحية التنموية نحن بنتحدث عن أبعاد اجتماعية وبيئية وصحية. الدولة المصرية من خلال هذا المشروع بتحقق أهداف الأممية للتنمية المستدامة 17 هدف من ناحية، بتحقق رؤية مصر 2030. هذا المشروع بيمثل جوانب عديدة، بيخلق حالة من الصناعة والابتكار والقدرة على تكوين الهياكل الأساسية من ناحية، بيوفر فرص عمل ملائمة، بيساعد في نمو الاقتصاد، بيحافظ على الموارد الطبيعية للدولة المصرية، ودي نقطة مهمة جدا
كلها وجميعها بتأتي في إطار أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك طبعا أنها بتفتح المجال لعقد شراكات مع الغير، وده يمكن اللي الدولة المصرية بتستهدفه من خلال هذا المشروع، وهو إتاحة الفرصة للاستثمارات المحلية والأجنبية للدخول والشراكة، سواء في مجال الرمال السوداء مباشرة أو في الصناعات التكميلية التي تستفيد من هذه المادة الخام. سيادة النائب، الصناعة ولجنة الصناعة بنفسها معناها ايه؟ أنا النهاردة بقول ودكتور كريم بيتكلم على الجدوى الاقتصادية من وجود أو استغلال، هي موجودة بقالها 90 سنة أو اكتشفناها من 90 سنة، استغلال هذه الرمال السوداء من خلال المجمعات الصناعية. وفخامة الرئيس قال يا جماعة احنا عايزين كيان اقتصادي عملاق باستثمارات تقريبا 30 مليار جنيه، وقال 5 أو 6 من رجال الأعمال يقدروا يقوموا بده وانتوا كلكم أصدقاء. السؤال بقى، أنا كمصنع أو كصناعي أو رجل صناعة مصري، أنا هعمل إيه بالرمال السوداء؟ هاخدها وأعمل عملية الفصل وأصدر المعادن الثقيلة والمواد المهمة، ولا هاخدها وأدخلها جوه العملية الصناعية وبالتالي أعظم من أرباحي، ولا أرجع تاني زي قديمه وحطها في شكاير وسلام عليكم؟ لا طبعا، هو حضرتك لازم افهمين ان الميزه بتاع المشروع دهوت ان مفيش ولا مصنع دي في التكنولوجيا بتاع فصل المعادن في مال السوداء في مصر، فده في حد ذاته بنعتبره خطوه للامام. احنا للاسف كانت السياسه الصناعيه عندنا في مصر يجي الاستاذ يوسف عمل مصنع طماطم بيكسب كل مصر تعمل زيك. دلوقتي بقى الاتجاه الجديد ان احنا بندور على صناعات مش موجوده وبنستورد المواد الخام بتاعتها اللي بيحتاجها السوق المحلي. عشان كده انا جيت مع حضرتك من سنه او سنتين وقلت لسيادتك هنا ان احنا لازم نعمل خريطه صناعيه لمصر. صح، والدوله ابتدت تعمل خريطه صناعيه، ومن ضمنها مثلا مشروع زي الرمال السوداء. تمام، لولا انك انت بتدور تبحث عن ايه المواد اللي هي مش مستخدمه، تمام، وتنتج منها حاجات ما كانتش موجوده قبل كده. تمام، وخيص على كده مش الرمال السوداء بس، ده فيها هيطلع ان شاء الله في خلال 10 ايام او 15 يوم دلوقتي الخريطه الصناعيه الكامله بتاع جمهوريه مصر العربيه اللي هتقول للمستثمرين احنا عايزين ايه وفين. ده كان الحلم بتاعنا، كنت بطالب بده طول الوقت. احنا شغالين زي ما قلنا من حوالي سنه وربع تقريبا او شغالين فيه حاجه لغايه دلوقتي. برضو عايز ارجع واقول ان احنا بندرس كلجنه صناعه مع الحكومه ايه هي الاسباب اللي بتخلي الصناعات دي ما اتعملتش قبل كده. كان من ضمن الاسباب عندنا ان قيمه المنتج المحلي، يعني لما اجي اعمل صناعه هنا في مصر والماده الخام عندي، قيمه الانتاج بتبقى اغلى من قيمه الاستيراد. فده كان بيخلي ان الدراسه الجدوى بتاعت المشروع ما تمشيش. طيب ايه الاسباب لكده وايه اللي احنا خدناه عشان نقلل التكلفه؟ 1 شلنا الضريبه العقاريه عن المصانع. 2 قلنا الارض يتم تسليمها للمستثمر بقيمه تكلفه المرافق، دي قرارات طلعت من الحكومه. 3 اللي احنا بندرسه دلوقتي، تمام كده حضرتك، ان احنا ازاي ادعم المنتج المصري عشان اوفر الدولار. كمثال مثلا ناخد حاجه زي السودا اش، احنا بنستورد بحوالي 300 مليون دولار سودا اش. طيب السودا اش دي الماده الخام بتاعتها موجوده الاساسي هو الملح، وموجوده في مصر، وحاليا وزاره قطاع الاعمال مع وزاره البترول بيعملوا دراسه عشان ينتجوا هذا المشروع اللي مش موجود في مصر. يعني انا المفروض او الدوله دلوقتي متجهه ان بتعمل المشاريع الصناعيه اللي بتوفر لي الدولار اللي انا بستورده. ده انا عندي بحر ملح في سيوة. انا بقول لحضرتك ده هيتعمل في العالمين، يعني في جنب. حلو. تمام كده حضرتك. طيب الدراسه بتاعتنا بتقول ايه حضرتك؟ انت طبعا حضرتك احنا لازم ما نيجي نشتغل على اساس موارد الدوله. يعني ما ينفعش حضرتك مثلا انا دوله فقيره في الطاقه اجي اروح اقول لك ايه انا عايز دعم في الطاقه، انا ما بنتجش بترول. كلام 100 100. تمام؟ طب لكن اقدر ادعم باسلوب تاني. ايه الاسلوب التاني؟ ايه اللي انا املكه هنا في مصر؟ اقدر ادعم بالصناعه بدون ما اثر على موازنه الدوله او وزاره الماليه. طاقه. حلو.
لا الطاقه مش عايزها مدعم، عايزها بالسعر العالمي. لا مش عايز ادعمها بفلوس، لكن انا عندي وفره من الطاقه تخليني اعرف افتح مصانع. اه اقدر افتح مصانع، لكن ايه بقى حاجه اللي انا اقدر اشجع بيه المستثمر؟ واحد اديله الارض بسعر التكلفه وقسطها له على 7 سنين واديها له ما يبدا الانتاج. ليه؟ عشان ما يحطش السهوله بتاعته كلها فين؟ في الارض قبل ما يجيب المكن. اتنين ان انا اديله الماده الخام زي الماده السودا دي ما ادهالوش بسعر عادي، الدوله ما تبيعهاش بسعر عادي، تبقى حاله بسعر رمزي عشان يعرف سعره يبقى ينافس ايه عالميا، لان هو لو ما خدهاش ما هي موجوده عندك هتعمل بيها ايه؟ ده ما اثرش على موادي. طب انا عايز اعترض على الحته دي بقى، عارف كان انا في الجنة. انا اعترض انا اعترض لا انا ضد كلمه السعر الرمزي دي جمله وتفصيلا بصراحه، لانه كلمه السعر الرمزي دي فتحت علينا بوابات الجحيم 30 40 سنه، فاصبح في ناس بتكسب قد كده اهو نتيجه انه بياخد الحاجه بالسعر الرمزي وهو بيبيع على راي اخواننا في الارياف كده بالغلا والكوى. لا انا بتكلم حضرتك على في حاله، مش كل المواد حضرتك معلش، انا بتكلم على ازاي ان انا اخفض قيمه المنتج المصري عشان يبقى منافس عالميا، بس مش بالرمزي. واخد بالك؟ يعني انا اديها له بسعر سعر مناسب. لا سعر تدي الدولة التانية. ماشي ماشي، في احسن من كده. زي ما هصدر بيه زي ما هدي. لا مش هصدر، انت حضرتك مش هتصدر، انا عايز الماده الخام دي اعمل لها اضافه واصنعها. حلو، فانا قلت اقول مثلا والله انا النهارده لو جيت كنت مثلا بصدر الطن ب $100 وهو خام، انا هديه برضو للمحل بتاع 99. يعني يا استاذ يوسف كمثال، لو انا الدول المنافسه حضرتك بتنتج المنتج ده باقل مني ب 20%، يبقى انا عشان نفسه ما استوتش من بره، يبقى انا لازم افكر ازاي انزل 20% دي بدون التاثير او احمل موازنه الدوله اي جنيه. بس كمان في اطار تاني. تمام. معلش انا كثير الهوسه، انا عارف نفسي. اقل من 20% في اطار انهي جوده؟ يعني انا عندي معدل مثلا طبعًا. تركيز 3.6، نفس الجوده. غيري بيعمل عنده التركيز 1.1%. قابلته قبل يعني المنتج ده زي ده حضرتك. انا هنا لقيت ان انا كمستثمر او انا كدوله لقيت ان المنتج ده اغلى من السعر العالمي ب 20%، يبقى لازم افكر ازاي حضرتك ادعم المنتج ده. ماشي. وادعمه بطريقه لا تؤثر على موازنه الدوله عشان المواد محدوده. حلو، متفقين على ذلك الكلام؟ متفقين. طيب ايه هي المواد اللي عندي؟ زي ما قلت لحضرتك اديله الماده الخام بسعر معقول، ما نقولش رمزي، بسعر معقول. تمام. ماشي. الارض بتكلفتها. طيب اما نيجي نحسب بمعادله بسيطه كده يوسف بيه، لو انا مثلا عندي مصنع بينتج 200,000 طن سودا قش، لو المصنع ده ما انتجش انا كنت هستورد السودا قش دي ب 40 مليون دولار من بره. طب ال 40 مليون دولار دول كنت اجيبهم منين؟ اجيبهم من الهوت ماني اللي كنت باخد عليها فوايد. لو جينا حسبنا بحسبه بسيطه كده، ال 40 مليون دولار دول اضربهم في 20 جنيه يعني يعملوا 800 مليون جنيه. في 15% يعني بيكلفوني 120 مليون جنيه في السنه. فانا لو خدت ال 120 مليون جنيه دول دعمت بيهم الصناعه دي سيادتك، هيحصل ايه؟ الفلوس دي كده كده كنت بدفعها. تمام؟ يبقى دعمت الصناعه وانتجت ووفرت دولارات ووفرت فرص عمل بدون التاثير على موازنه الدوله. يعني انا بالنسبه لي فرحان ان الهوت ماني دي طلعت. ليه؟ طب ما ناخد الفلوس اللي كنت بدفعها في الهوت ماني كفوايد ادعم بيها الصناعه واقلل فيها الفجوه الايه؟ هبقى كاني بعمل كابيتال ريسايكلينج. عليك نور. فبالتالي حضرتك لو عملنا كده هيحصل ايه بقى حضرتك؟ تدوير راس المال. هيحصل ايه حضرتك؟ ان انا هوفر حاجات كنت بستوردها ب 17 مليار دولار. طيب هستأذن عند النقطه دي. تمام. اروح للفصل الشهير. تمام. نرجع نكمل الكلام. اي حد في مصر مسؤول هيبقى حريص على ان هو لو في مجال لخير هيعمله. اللي عايز يخش في مشروع زي ده بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش وتشتغل في الموضوع ده وانت مستريح قوي.
تنافسيه مذهله جميله بصراحه، حاجه عظمه يعني. طيب خلوني هقول لكم الكلمة على التنافسية. خلونا الأول نرحب بضيوفنا الأعزاء داخل الاستوديو مرة ثانية، سيادة النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، ودكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية. طب أنا هنا هرجع لدكتور كريم انطلاقا من كلام سيادة النائب معتز محمود. في إيه؟ في إنه أنا لازم وأنا بدي الرملة السوداء للمستثمر أو رجل الصناعة المصري أديها له بسعر منافس او على الاقل صح. بالسعر العادل، يعني ما يبقاش مضطر لما يروح يجيبها من بره يلاقيها ارخص مني مثلا ب 10% 15 20%، وده كلام سليم 100%. احنا واحنا في الفصل كنا بنقول ايه، بس هو مش هيلاقي معدل التركيز اللي عندي. يعني ممكن يلاقي مثلا طن الرمله مثلا ب $100 وانا بقول له هتاخد مني الطن ب $150، يقول لي طب ما انا اجيب من ابو 100، اقول له طب ما هو تركيزه 1%، انا تركيز 3.6. هنا بقى برجع للاقتصاد، فكره المعادله الاقتصاديه لتحقيق الجدوى بالنسبه لي كدوله وبالنسبه للمستثمر هو كمان، لانه هيشتغل ليه لو مش هيكسب. طب طبعا هو يعني بنتحدث عن مشروع قومي الهدف منه هو توفير مواد خام بتدخل فيه العديد من الصناعات، وبالتالي هنا بفصل ما بين المادة الخام اللي بتستخدم في التصنيع المحلي واللي بتستخدم في الأسواق المحلية، واللي أنا بستهدف منها من هذا المشروع توفير السلع وعدم الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وتوفير سلع بجودة عالية وتوطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي. وبالتالي أنا هنا لما بدي صناعات محلية أنا مش هينفع أديها بنفس السعر اللي بصدر بيه للخارج، بالتالي هنا في فصل. ليه؟ لان انا هدفي الاساسي هو اشباع السوق صح. توطين صناعه صح. توفير سلع ومنتجات بجوده عاليه، وبالتالي هنا سعرين، سعر للتنافسي هو يكون السعر للصناعه الوطنيه، ولما انا بدي سعر للصناعه الوطنيه هنا او استخدام المواد دي في داخل الدوله بالعكس، ده انا بفتح بوابه للاستثمار. ليه؟ لان هو بدل ما كان بيستورد الماده الخام بتكلفه مرتفعه تمام وبيصنعها هو، لا ده هو ممكن يجي هنا ويستفيد من استثمار داخلي يستفيد بيه بالسعر صح. التنافسي تمام، ويبدا هو يتوسع في صناعات محليه. لان كما اشرت لحضرتك احنا بنتحدث عن 41 مكون من الرمال السوداء بيدخل في 49 صناعه، 49 صناعة ما بين صناعات ثقيلة وصناعات متوسطة وصناعات خفيفة، وبالتالي هذا الكم من الصناعات الهدف ليس فقط الاستثمار في مجال الرمال السوداء، ولكن الهدف هو الاستثمار في هذه الصناعات وتنمية الصناعة، وده هو الاستهداف الأساسي اللي بيتماشى مع برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية اللي هو زيادة نسبة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة أيضا أو تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي بيخدموا قطاع أو صناعة الرمال السوداء أصلا. حلو جدا، هنا أرجع لسيادة النائب مرة تانية. طب كل هذه المواد اللي موجودة في الرمال السوداء 41 مادة تخش في 49 صناعة، أنا عندي 49 صناعة دول ولا عندي جانب منهم، واقدر بعد ما بقى عندي مجمعات لصناعه او تصنيع للرمال السوداء والفصل وما الى ذلك اقدر اكمل بقيه المجموعه او بقيه السلسله بال 49؟ وفينا صناعات فائقه، حاجات معتمده على تكنولوجيا نوويه وتكنولوجيا صناعه الصواريخ وحدوته، يعني في صناعه قائمه، يعني انت الحاجات اللي تطلع منها انت محتاجها في صناعه الصواريخ مثلا، مثلا في طب الاسنان كل ده كنت بستورده، فهيوفر لي في محتاجه في اللحام، وعندي توطين صناعه العربيه وتوطين صناعه العربيه. فاقصده على الصناعات القائمه حاليا، يعني الرمال السوداء دي اما تنتج المنتجات بتاعتها في صناعات قائمه في مصر، انا كنت بستورد الحاجات دي قبل انتاجي في الرمال السوداء فده هيوفر لي عمله. حلو تمام، كون اساسا ان انا اوفر عمله للصناعات القائمه ده مكسب. حلو. لكن بعد كده لو صناعات الطيارات تبتدي اصدر بقى المنتج بتاعي لشركات الطيران العالميه مثلا، بيطلع منه التيتانيوم، التيتانيوم عشان صناعه الهياكل، صناعه الهياكل واخد بالك، فبيطلع منه حاجات كتير قوي نقدر ان احنا نستغلها. لا انا بتكلم على ايه بقى، ان سياده الرئيس كان ادى توجيه ان ده انا عندي من العريش للبياض كل اللي احنا خدنا 2 كيلو ده من العريش لاسكندريه لحد ابو قير. ايوه تمام، فحضرتك انت عندك كم كبير جدا، احنا عملنا مصنع او اتنين، المفروض دول رجال الاعمال بعد كده ايوه ان يخشوا يساهموا في هذا الكلام. انا فكرتي في ايه، ان احنا لازم طبعا ان في دراسه جدوى موجوده لازم تتعرض على رجال الاعمال ونعمل يتعمل مقارنه ما بين السعر العالمي وسعر الانتاج هنا. حلو تمام،
وفي نفس الوقت بقى رجال اعمال يعملوا ايه بقى؟ ما تبقاش شركات فرديه، تبقى شركات تنزل في البورصه. يخش رجال الاعمال ب 25% وينزلوا 75% في البورصه، بحيث ان المكسب ما يبقاش رجال الاعمال بس، يبقى رجال الاعمال ومن يرغب في المواطنين. والله لو عملوا العكس انا موافق. ويتعمل السهم ب 10 جنيه عشان المواطن البسيط يقدر يخش فيها. ماشي. لو دراسه الجدوى مجزيه ليه نفيد رجال الاعمال بس؟ ما اي حد من الشعب، ونعمل السهم بقيمه بسيطه بحيث يبقى راس المال الناس كلها مساهمه فيه، بحيث الناس كلها تكسب، ما يبقاش محدود يعني على ايه، على فئه معينه بس. ده بعد ما ايه ويتسجل في البورصه، لانه هيعمل تنشيط في البورصه طبعا، واخد بال حضرتك. فبالتالي هتبقى الامور يعني احسن. يعني انا فكرتي ان ما تبقاش على رجال اعمال بس، لا صح، دي تتعمم صح، وكل مجموعه رجال اعمال يعملوا. بس لازم حضرتك هنقعد في البرنامج، اجي مع سيادتك هنا يلا، ونشوف دراسه الجدوى البنفيت ايه، ويتعرض على الشعب المصري ايه المكسب وايه العائد الاستثماري، يشجع المواطن البسيط انه يخش فيه. جهز يا باشا، انا قتيلك والله بكلمك بجد. هو ده الصح. ليه بقى حضرتك؟ وقيس على كده بقى في اي صناعه تانية، تتعمل دراسه الجدوى، تتعمل شركات مساهمه، واخد بال حضرتك؟ ده هيخلي المستثمر وهو داخل مطمن على مكسبه وفلوسه. واما تعمل السهم مش ب 1000 جنيه و 2000 جنيه، هيعمله ب 10 جنيه ورقه ب 100 او ب 100 جنيه، هتدخل فيه اكبر عدد، ويكون الناس اللي على راس المنظومه ناس تراستد ولهم سابقات اعمال قبل كده ونجحوا في مشاريع. فده يدي ثقه، لان يعرفوا ان الناس دي مش هتخش المشروع ده عشان تخسر، تمام؟ صح. هيخش عشان يكسب، فده يشجع ان المواطن البسيط يقدر يخش معاه. 10 جنيه كنا زمان كتبت سنه 97 ولا 98 انا مش فاكر يعني، شركه محمول، وكان وقتها السهم ب 10 جنيه وانا كنت لسه متخرج. بعته ب 100 مثلا، 200. بعته ب 143 جنيه. طيب بعدها بقد ايه؟ هم سنتين. حاجه كانت معك. كنت فرحان فرخه ما اقولكش، اكبر مبلغ يعني وقتها. بس مصانع كتير برضه نفس القصه. ما انا بقول لك هي مساله الاكتتاب دي مساله مهمه طبعًا جدا طبعا. طيب هنا ارجع لدكتور كريم، احنا في التصور بقى بتاعت فكرة الكيان الاقتصادي اللي اشار اليه الرئيس وقال رجال الاعمال يتكاتفوا مع بعض ويعملوا كيان عملاق، وهنا الاقي سيادة النائب معتز يقول لنا طيب ما ناخد الفكرة ونطلع بيها ستيب فورورد، تعالوا نعمل جزء منها مطرح او يطرح للاكتتاب، وهيبقى ساعتها فيه شراكة للناس وللمواطن، فالمواطن حاسس ان دي فلوسه ودي استثماراته وبيكسب من وراء ارتفاع سعر السهم من ناحية، ومن ناحية تانية من توزيعات الارباح بتاعت السهم، فانا كده 100 فل و14 كمواطن. الرئيس حدد مدة، قال لك يا جماعة احنا عايزين خلال سنتين نكون عملنا كيانات جديدة. السؤال بقى، هل او بالادق ما الذي يلزم لرجال الاعمال في ان هم يبداوا في المضي قدما في تكوين هذه الكيانات؟ انا كنت لسه بقول قبل ما حضراتكم تخشوا، قلت لهم يا جماعه زمان بلاك روك لما اتعملت في القرن ال 18 اتعملت على نشاط واحد، دلوقتي بقت تشيل دول وتحطها بمزاجها عشان كم الانشطه الاقتصاديه اللي عندها وحجم الفلوس اللي موجوده في حوزه بلاك روك. فهمني. طيب طبعا يعني خلينا نقول ان قطاع الصناعه يعني بيشتكي او بيواجه مجموعه من التحديات. طبعا هذه التحديات نحن على مشارف انطلاق المؤتمر الاقتصادي، ارى ان هو هيكون منصه حواريه وفرصه كبيره جدا لعرض التطلعات، لمناقشه الافكار، لوضع تصورات جديدة للفرص الاستثمارية المتاحة. ليه؟ لأن احنا دلوقتي بنتحدث عن مجموعة من الصناعات المتاحة داخل الدولة المصرية، إذا ما تم توفير اتفاق موحد ومجموعة من الحوافز اللي بتقدمها الدولة لهذه الاستثمارات أو العمل في هذه القطاعات، أتوقع أن سيكون خلال سنتين بالفعل لدينا مجموعة من الكيانات اللي بتمارس هذا النشاط أو بتتوسع في مجال الرمال السوداء وأيضا الصناعات ذات الصلة. حلو جدا. أنا هنا بتكلم على نشاط ضخم عملاق في استدامة، اللي أنا قدرت أفهمه من أساتذة الجيولوجيا أنه يعني الدكتور محمد الألفي قال لي إحنا هنا بنتكلم على تقريبا حوالي استدامة تصل الى 200 سنة ان لم يكن اكثر، لان لسه في عندنا مناطق تانية هنشتغل عليها في البحث
والفهم والتحليل، البحر الأحمر، بحيرة ناصر إلى آخره. فأنا هنا بتكلم على كيانات قادرة أن تتحول لكيانات عملاقة. أخيرا قبل ما أختم مع حضراتكم سؤال، هل هذا البزنس ريسك فري، يعني زيرو ريسك، أو بالأدق هو أدنى؟ أنا عارف أنه ما حدش فيكم هيقول أني في حاجة اسمها ريسك فري، بس أنا مقتنع أني فيه، لكن هل ده في مخاطرة عالية أو متوسطة حتى؟ أي بزنس في الدنيا بيتكون لو ريسك، ميديوم ريسك، هاي ريسك. حلو، مفيش حاجة بزنس لو ريسك في أي شغل. ماشي، إحنا نقدر نقول ده لو ريسك. لو ريسك، لو ريسك ليه بقى حضرتك؟ أنك أنت أي بزنس في الدنيا أخطر حاجة فيه هي المادة الخام. كويس، أدام المادة الخام تحت رجلك أنت وفرت 70-80% من ريسك. ليه؟ أنا لو استورد المادة الخام دي من برا أنا مش بتحكم في سعرها، اللي بتحكم فيها مين؟ صاحب برا، فيمنع فيزود بقى رمز معين او يسمح او يقفل. آه، عندك المصنع. لكن كون ان الماده الخام عندي ده قلل لي من ريسك 70-80%. حلو، ال 30% تعتمد على ايه بقى؟ حوافز الاستثمار ودراسه الجدوى. طيب اخير دكتور كريم، لو ريسك ولا مينيمم ريسك؟ لا، لو ريسك. ليه؟ لان انا بدام انا اللي بنتج الماده الخام فانا بستطيع ان انا اتحكم في تكلفتها من ناحيه، وايضا نقطه مهمه جدا ان انا بستطيع الرقابه الحقيقيه على السلع والمنتجات اللي بتكون وليده من هذه الماده الخام، بستطيع ان انا احدد هامش ربح ليها، وده بيخلق نوع من استقرار الاسعار داخل الاسواق من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ايضا يعني بيفتح مجال للاستمراريه في عمل هذا المجال وامداده بالمواد الخام. يمكن كانت مشكله سلاسل الامداد والتوريد والهزه اللي حصلت في الفتره الاخيره في الاسعار هي اللي سببت في رفع اسعار العديد من السلع، ومن ناحيه ثانيه لان احنا مش بنوفر هذه السلع وبنعتمد على المواد الخام. فيعني بالتالي توفير المواد الخام هيخلق حالة حقيقية من السيطرة على التكلفة والسيطرة على أسعار السلع والمنتجات اللي بتخرج من هذه الصناعة. طيب بكل ألم تخلص الحلقة لحد بس احنا عايزين زي ما قلت جايين ان احنا عايزين نجيب دراسة الجدوى. أيوة، ونعرضها على الناس، ونعرض على الناس ونتناقش ونحللها ونفهم، ويبقى ونفهم ونشوف قد ايه المصنع ده بروفيتبل، لان انت عاجب تتكلم وكأن احنا هنعمل كده لجنة صغيرة على الرملة السوداء. أيوة، جوه المحور الاقتصادي في الحوار الوطني. صح كده، اهو. أيوة، الحوار الوطني صغير، تخيل يا اخي. طيب انا عايز اشكركم الاول. شكرا جدا، نورتونا وشرفتونا. ستلاقي معتز محمود انا منتظر ان احنا نجيب الحاجه، وقول لي يوسف يلا هتلاقيني يلا على طول، وساعتها كمان يشرفنا ان احنا يكون موجود معنا مره تانية كمان دكتور كريم عادل يشاركنا في مائدتنا غير المستديره، مائده مضلعه بس بتوفي الغرض جدا، شكلها لذيذ. فدايما لما بيبقى الريسك قليل يقول لك يبقى في هذه الحال انه هوامش الربح برضه بتقل، كل ما الريسك زاد كل ما هوامش الربح زادت، غالبا الا في دي أو النعمة. على العموم لينا كلام، ولكن خلصت الحلقة لحد كده. ثواني ويكون موجود معنا فين كريم؟ هناك اهو كريم رمزي ورقم 10. أما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بقى إن شاء الله يوم السبت. سلامات.